طبعا احب اقدم شكري واعتزازي واحترامي للاستاذ والفنان جوده الدافنشي لاهداء لوحه لاهدائي لوحه من اعماله. بس طبعا لازم يكتب لي وراها اهداء الي. هي عباره عن عاصفه نخيل وعاصفه نخيل وعاصفه نخيل وعاصفه. يعني انت عاصفه بالحضور وبالنشاط، هذه يدل على انت نشاطك. طبعا اليوم اكثر من لوحه اني اجتني هديه بهذه الزياره. الله تستحقين. الله يخليك. والله. الله يخليك يحفظك الي يا رب استاذ. الف شكر. شكرا استاذ.